جاريهم كلمت ضعفي وما فيهم فبدوت شخص آخر كي يتفاخر ولمنت أنا عني بذلك فشت غنى فوجدت أني خاسر فدلت مظاهر.
treat for the years indeed. Thank you, team. It's almost the time of Maghrib and Dua. Allah subhanahu wa ta'ala never rejects the Dua of a fasting person. Dua can even change our fate and destiny. So, I would like to call upon our Arabic and Islamic supervisor, Ms. Samira Musa Al-Balushi, to say Dua in her mesmerizing voice, followed by Saad Mustafa for the azan. بسم الله الرحمن الرحيم إني داع فأمنوا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحب